بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اليوم لقاءنا هو اللقاء الأخير في الجلسة السادسة والأخيرة في برنامج تقارب، واللي كنا معكم عبر الأسابيع الماضية. جلسنا مع بعض تقريبا 5 جلسات في 5 أسابيع في أيام السبت صباحا، وناقشنا فيها ما يقارب 6 مهارات من المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال. وكنا يعني نتكلم بشكل عام، سواء كانت هذه المهارات نافعة لأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه أو غيرهم من الأطفال بشكل عام. أخذنا مهارات متعددة، وبعد انقطاع فترة الإجازة ورجعنا الآن، قلنا يعني ربما تكون فترة الانقطاع فرصة لممارسة بعض هذه المهارات، وكذلك تم إنزال التصويرات في موقع الجمعية في يوتيوب، وبإمكان الرجوع لها، وتمكنتم من الرجوع لها لاستعادة بعض المعلومات. طبعا معلومات دسمة وكثيرة جدا، تقريبا كل لقاء كان 2 ساعة، ويوم سبت مثل هذه الأيام اللي نترك فيها أبناءنا، لكن إن شاء الله هذا الأمر منهم وإليهم. وكذلك ما زلت أشكركم على حضوركم، لأنكم أنتم تتويج هذا البرنامج كما ذكرت لكم مسبقا. كل من حضر وكل من استمع لهم خالص الشكر والتقدير الحقيقة، وكل من شارك وكل من عبى الاستبيان وأرسل أسئلة وانطباعات، إن شاء الله تساعدنا في تحسين مستقبلا باستمرار. واللي ما أرسل برضو عنده فرصة إنه يرسل، ما زال الباب مفتوح إننا نسمع منكم، نسمع آراءكم، نعرف تجاربكم، عشان تساعدنا في إثراء المادة وحتى يستفيد الناس اللي يجوا من بعدكم. طيب، نحن اتفقنا في آخر جلسة إنه هذه الجلسة هتكون جلسة حوار مفتوح، أسئلة وأجوبة، تجارب، استعراض بعض التجارب للي جرب، والإجابة على الأسئلة السابقة اللي جاءت من طرفكم، وحوار مفتوح زي ما انتم عارفين. يعني نحن كنا اقترحنا إذا كان تكرر طلب أكثر من موضوع ممكن نسوي له عرض، لكن ما جانا موضوع متكرر، فلذلك قررنا نخلي الباب مفتوح للنقاشات العامة بناء على تجاربكم. وعشان نخلي الموضوع يعني يمشي بشكل سهل وسلس، راح نناقش كل موضوع على حدة. للتذكير، نحن أخذنا قواعد عامة في التربية، القواعد 10، بعدين أخذنا موضوع كيف ألعب مع طفلي، أو مهارة كيف ألعب مع طفلي، بعدين مهارة المدح والتشجيع، كيف أمدح طفلي وأشجعه لتعزيز سلوك معين، بعدين أخذنا المكافآت، كيف أكافئه بالمكافأة المناسبة حسب عمره، وجدول المكافآت وجدول الجوائز وتجميع النقاط والمحفزات وما إلى ذلك. هذه 3 مهارات قلنا لتعزيز السلوكيات الإيجابية، بعدين 3 مهارات أخرى لإخماد السلوكيات السلبية مثل التجاهل، وضع الحدود، واستراحة الهدوء. طيب، اليوم إن شاء الله نبي نسمع منكم في كل موضوع على حدة. نبدأ مثلا بالقواعد العامة، إذا في أحد كان عنده أي سؤال عنها، بعدين موضوع اللعب مع الأطفال، هنا اللعب وغيره، هذه تجارب شخصية، إذا كان في أحد عنده تجربة شخصية وبناء على التجربة إما أنه يؤيد أمر معين أو ما يؤيد أمر معين، وكيف كان ردة فعل الطفل إلى وما إلى ذلك، يعني شاركونا تجاربكم وحنمشي عليها واحد واحد. بعدين نبدأ نجاوب على الأسئلة اللي تم إرسالها، ونناقش المواضيع اللي تم طرحها. طيب، أوكي، نبدأ الآن أنا عشان ما في عرض فما راح أكون واقف يعني معظم الوقت إلا إذا استدعى الأمر، فأنا كاتب هنا النقاط اللي المفروض أننا نشتغل عليها. فلو بدأنا بالقواعد، نقطة القواعد العامة، فهل في أحد منكم عنده أي سؤال عليها؟ تذكرون القواعد العامة؟ خليني واقف.
تذكر القواعد العامة أو بعضها، أي شيء منها، أي شيء. ها لو أعيد واحدة اثنين تتذكر الباقي. قول أنت بس قول وأنا هكمل على طول. ها طيب أذكر مثلا أما من يذكرها بالترتيب، لكن أذكر منها أن الأطفال يتطلعون أي هذه ما أنت قاعد تذكرها، يتطلعون إلى آراء آبائهم أو ينتقصونها. أذكر كذلك كل الأطفال لديهم سلوكيات خاطئة أو سلبية مثل اوكي السلطة الأبوية ليس فيها ديمقراطية وإنما فيها دكتاتورية، هذا كان من الأشياء اللي ناقشناها. الترتيب الهرمي نعم، وإنه الآباء بمثابة الكباتنة اللي يقودوا الطيارة، تكلمنا عن هذا الأمر. تكلمنا كذلك عن الاستمتاع بالعملية التربوية لأنها متعبة، لا نكثر اللوم على الطفل. أوكي إيش كمان من القواعد؟ أنا معاي العرض بس إنه طيب خلال ما ذكر، خلال هذه الأشياء اللي ذكرت، في أي تساؤل، في أي تجربة معينة مريت بها ابنكم حاول يعني يأخذ مكان قمة الهرم مثلا، وكيف تعاملت معه عشان ترجعوه في مكانه الصحيح؟ لأن هذه السلوكيات طبيعية أنها تصدر من الأطفال، وزي ما تكلمنا أنه دائما الطفل يحاول يدفع، أنت تحط له حد هنا هو دائما يحاول يأخذ مساحة، دائما يحاول يختبرك بتخطي لهذه الحدود، يحاول ياخذ مساحه اكبر من المساحه اللي انت حطيتها له هي. نعم ما شاء الله. السنوات الأولى من الولادة إلى 5-6 سنوات كنت بيرفكت، أعرف كيف أشغل. ممتاز. كنت أواجه مشاكل كثيرة. الناس اللي بحر أطفال عاديين يشتكون من أطفالهم، أنا ما أشتكي منها. طول الوقت معهم، طول الوقت مشغلتهم. إذا كنت بطلع أي مكان عام أو مناسبة، أنا أفكر في هذا المكان اللي بروح له إيش بسوي؟ إيش بشغلهم؟ بس أدري إنهم أطفال بالخصائص من كثرة الحركة، الطفل لازم يعني مثلا عندي مثلا بعض القواعد من أمه، مثلا الطفل اشتغليه لا يشتغل. نعم. من غير إنه عندي الأشياء اللي من تخصص. هذه القاعدة المفروض نضيفها في القاعدة. دائما مسؤول، دائما عندي حاجة في السيارة، في الطيارة، في المواصلات. ما شاء الله. فده كنت دائما مشغلة. كنت ساكنة في قرية، فما عندي أصلا خيارات إلا إني أتجالس أنا وياهم. فكانت تربية ناجحة لأني كل وقت أنا أقف وأسولف وأسمع منهم وأشغلهم. نعم. شلون؟ دائما موجود. إيه دائما معه. نعم. فمع أطفال العاديين لما انتقلت للرياض صارت تربيتهم العاديين أصعب من الحركة. صار في مشتتات وفيها أسباب يعني تشغلني. تحديات أكبر. طيب. ممكن شيء أفهمه. يعطيك العافية صراحة، تجربة رائعة جدا. خليني أعيد الكلام اللي قالته لأني ما أدري إذا كان واصل للكاميرا أو لا، لكن أم لطفلتين وهذول الطفلتين من سن من الولادة إلى سن 5 سنوات كنت
عايشة في قرية وكنت قادرة في التعامل معهم وأشغلهم بحكم تخصص رياضة أطفال. أنا استطعت أني أشغلهم في كل مكان، كانوا الناس كلها تشتكي من أبنائها، أنا ما كان عندي أي شكوى من أبنائي، مرتبت لهم حتى لما نطلع نروح أي مكان بخطط مسبقة كيف أشغلهم، كيف أكلهم، كيف أشغلهم في الوقت، حتى في لما نروح مكان في الطيارة في السيارة في عزيمة في مناسبة عندهم شيء يسووه، وكنت معطية وقتي كله لهم. طيب هذول الطفلتين أو الطفلين تشخصوا بفرط الحركة وتشتت انتباه فيما بعد، وجو اثنين بعدهم وهم طبيعيين ما عندهم فرط حركة وتشتت انتباه، لكن أنا انتقلت للرياض وبعدين زاد اختلفت حياتي وزادت المشتتات وزادت الأشياء والأشغال، فصارت تربيتي مع الاثنين اللي هم طبيعيين أصعب من الاثنين اللي هم مشخصين بفرط حركة وتشتت انتباه. أهنيك الحقيقة، هذا نجاح باهر. طيب لكن عندي تساؤل، مع إدراكي للفارق الكبير بين حياة المدينة وحياة القرية، اللي فهمته من كلامك إنك معطيتهم وقتك كله، هل سبب لك هذا إجهاد أو تعب في وقت ما؟ هل فقدت الحماس في وقت ما؟ لا. صار في وقت ضايع في المواصلات والتنقل والمدارس، وصار أربع أطفال. لما كثرت الأشياء بالعكس صار صعب علي، لما كنت في القرية الدوام قريب. صحيح صحيح، ما في وقت ضايع. صحيح صحيح، طول الوقت معها، الدائرة اللي أنا أسيطر عليها على قدي مناسبتني. ولكن لما انتقلت للرياض وسعت هذه الدائرة، وأنا أعتقد والله مو شوي كثير. البنات كبروا وبدا يصير شيء يعني اكبر من مستوى الوعي اللي عندهم. نعم نعم. طيب انت خلينا نقول تخصصك رياضه اطفال، فكنت يعني تمرحين في تخصصك، ما كان عندك مشكله، فلما انطلعوا الى ابتدائي ومراهقه اختلفت الامور هنا. اشكرك بصراحه على هذه المشاركه الرائعه، وانا في اعتقادي انه تخصصك ساعد بشكل كبير، لكن المشكله انه الفرق بينك وبين الأمهات اللي ما يشتكون إنك أنت تمتلكي مهارات بحكم التخصص ما يمتلكها غيرك. الأفكار هذه اللي أنت حصلتي عليها من مشوارك الدراسي وكذا نفذتيها على أرض الواقع، وهذا نادراً، ترى نادراً إنه شخص ينفذ أشياء اللي تعلمها في حياته الواقعية. بل إحنا لو جينا عملنا كذا يعني إيش نسمى مسح كذا سريع، معظم الناس يشتغلوا في شغلات غير الشغلات اللي تخرجوا اللي دارسينها. يعني أنا أتخرج مهندس ميكانيكي أشتغل كهرباء، أو مهندس كهربائي، أتخرج مهندس طبيب أشتغل مدروين، يمكن الطب استثنائي شوي، لأنه ما 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 عندي مكان ثاني. إذا تخرج من كلية الطب ما عندي إلا الطب، ما عندي مجال ثاني. لكن أقصد في العموم اللي تخرج من، يعني أنا كثير واجهت مثلا خريجي رياضة أطفال يشتغلوا إداريات مثلا، مع أنه تخصص تماما مختلف، والإداري يشتغل مدروين يعني، فهذه حوسة. لكن كونك انت استطعتي انك تنفذي كل اللي درستيه مع ابنائك، هذا نجاح باهر الحقيقه. اعطيتيهم وقت كامل بدون ما يكون عندك يعني اخفاقات. الحاجه الثانيه انه كنت في دائره سهله السيطره عليها، وهي دائره القريه، مجتمع صغير، المشوار 10 دقائق، انت واصله من اقصاها الى اقصاها، ما في مشوار اصلا. اطلع من الدوام اعطيه شراب الحراره وارجع، ما حد فقال لي. هذا هو ما شاء الله. في الرياض هذا الامر مستحيل طبعا، يعني المشوار من البيت للمدرسه او للدوام هذه ساعه ساعتين، ونحن تكلمنا مع بعض كثير في المعاناه اللي نواجهها في هذا الامر. هنا نتكلم عن الانهاك الجسدي والنفسي للاباء والامهات. لذلك إذا أعطيت ابنك وقت كامل لازم تلاحظ نفسك، خصوصا لما ابني يكون مشخص بأي تشخيص سواء نفسي أو طبي. يعني مثلا عندي 4 أبناء، واحد منهم عنده مرض لا سمح الله، الله يعافينا وإياكم جميعا، عنده مرض عضوي، عنده حساسية، عنده ربو، عنده كتمة في النفس، عنده مرض في القلب، فتأخذ تجد هذا الطفل يستهلك كل الوقت، يصير بدون قصد إهمال للباقيين، تنشأ عندهم غيرة، يبدأوا يطالبوا بأشياء
انت في النص تجدين تحدي، تعطي هذا المسكين ولا تعطي هؤلاء المساكين؟ كلهم مساكين. ايه صحيح صحيح، فانت تبيهم يصيرون زيي. إضافة إلى أنك أنت مسكينة، لأنك أنت تحتاجي وقت لنفسك، إذا أعطيتي وقتك كله لأبنائك ما عاد بقي شيء لك، وهذه مشكلة يعني نغفل عنها كوالدين، نغفل عنها كوالدين. إذا كان ابني مشخص أي تشخيص أيا كان، واستدعى هذا التشخيص أني أعطيه اهتمام كامل، لابد أني ألاحظ نفسي، لأنه بعد فترة، خلينا نفترض اليوم شخص الابن، فبدأت أنا أعطيه وقت زيادة، مع الوقت هذا الوقت حيزيد يزيد 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 إلين أهمل كل الأشياء اللي حول الطفل، البيت، الأبناء الآخرين، إخوانه، الزوج أو العكس الزوجة، ثم يصل إلى أني أهمل نفسي، أبديه علي. طيب بعدين أوصل لمرحلة أصير منهك، منهك متعب، وهذه النقطة أهم نقطة. إذا أشعرت بالإنهاك والتعب وما أخذت راحة، ما أخذت بريك، مشكلة، لأني سأسقط. طيب نبدأ من هنا، نطلع 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 نطلع، أشعرت بالإنهاك والتعب، إذا ما أخذت بريك سأسقط للصفر، وإذا سقطت كل اللي حولي سيفقدوني، بما فيهم الطفل هذا اللي يحتاج رعاية خاصة، ما راح أحد يساعده، ولا راح يلقى أحد يعطيه نفس الاهتمام اللي أنت قاعدة تعطيه. طيب عشان أنا أقوم مرة ثانية أحتاج وقت طويل، في هذه الفترة ممكن هو حالته تتدهور، ثم أبدأ أدخل ألوم نفسي إني أنا ما أعطيت وما سعيت ما فعلت ما تركت. هذا السيناريو متكرر لدى كثير من الآباء، ودائما ننصحهم إنه لازم توقفوا تأخذوا بريك، تلتفتوا لنفسكم. البريك هذا كيف يصير؟ كل حالة بحسبها، يعني أنا أتنازل عن بعض الاهتمام اللي أعطيه إياه، أوكل أخوانه مثلا أو خادمة أو جدة أو عمة أو خالة، أحد قريب، الزوج يتعاون، الزوجة تتعاون، لابد. وفي فترة أحاول أخلي الطفل نفسه أشياء معينة هو يسويها، يعتمد على نفسه فيها إذا كان يستطيع أن يفعل هذا. طيب ففي هذه الفترة أنا أخذ بريك، من حقي أخذ بريك، أفصل تماما، ألتفت لنفسي، أعطيها حقها، أبسط حقوقها لازم تأخذها، وأعطي مخي فترة يرتاح، ثم بعد فترة يعني يوم يومين حسب المقرر أرجع مرة تانية، بدل ما يصير الكيرف بهذا الشكل المتصاعد يصير زي كده، أرتاح أرجع، أرتاح أرجع، أرتاح أرجع، أرتاح أرجع. فهذا يضمن إيش؟ استمرارية. هذا يضمن الاستمرارية، معناها أنا طفلي ما راح يفقدني، أنا ما راح أفقد نفسي، أخوانه اللي حوالينه ما راح يفقدوني. فالاستمرارية هذه وإن كانت ما هي في القمة، لكنها تستمر لسنوات، أفضل من ما إني أنا أوصل القمة في سنة سنتين ثم أسقط، ثم أفتقد المجهود كله 6 أشهر 8 أشهر. ومن أسوأ الأشياء التي تسبب هذا السقوط ما يسمى بالاحتراق الوظيفي، خلينا أقول الاحتراق الوالدي، هذا تسمية من عندي طبعا، احتراق الوالدين، لأنه يبذلون كل عمرهم لأبنائهم، وهذا شيء ليس صحيحا على الإطلاق. طيب لابد إن وإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، حتى نفسك لازم تعطيه حقها. لابد يصير في تقصير، لأني أنا شخص واحد ما أقدر أعطي نفسي حقها وفي نفس الوقت أعطي أحد تاني، واحد يا هذا يا هذا، وهذه طبيعة البشر، خاص الله خلقنا كده، ما احنا كمبيوتر. فإذا صار تقصير من الناحية الثانية أوكي مقبول، لكن الاستمرارية تعوض هذا التقصير، الاستمرارية تعوض التقصير، فانتبهوا لهذا الأمر. طيب النقطة الثانية اللي أنت ذكرتها، أنه صرت أقارن أبنائي اللي هم طبيعيين أقول فيهم مشكلة لأنهم ما هم زي أخوانهم الكبار اللي هم مشخصين ADHD، فهي كانت على مستوى ترى أنه ADHD هم الطبيعيين، الـ ADHD هم الطبيعيين،
والنان اي دي واللي ما عندهم اي دي اتش دي او في يشبههم هذول ما هم زي دول، ففي شيء غلط الان. في الغالب اذا كان تشخيص الطفل اي دي اتش دي بدون اي تشخيصات مصاحبه، لاحظوا معي هذه النقطه مهمه جدا، اذا كان تشخيص طفلي اي دي اتش دي بدون اي تشخيصات مصاحبه اخرى، ففي الغالب هذا الطفل اقرب الى الطفل الصحيح. طيب، يعني كل المهارات اللي تنطبق على الطفل الصحيح تنطبق على هذا الطفل الـ ADHD في الغالب، ما عدا بعض الأشياء اللي زي اللي تكلمنا عنها، يعني تحتاج إلى اهتمام بزيادة شوية. أتفق معك، لكن أتكلم بوجه عام، أي الطفل مثلا عنده اندفاعية فهو غير قادر على السيطرة على بعض الأمور، لكن هذا لا يعني أنه هو غبي يعني أو قليل الذكاء، لا يعني إن هو حيرتكب تصرفات تخلي اللي يشوفه يقول هل هذا عنده نقص في القدرات العقلية أم لا، لكن هو مندفع، اندفاعيته واضحة، فيحتاج إلى تنبيه، تركيز، يحتاج إلى إعادة، يعطى الأوامر بشكل مختلف زي ما تكلمنا في كثير من الأوامر في كثير من الأشياء. اي نعم، فكنت ماخذه دورات عن الامن والسلام وكيف يعني الطفل يقدر يحمي نفسه بدون وجود. ايوه، فكنت طبقت كل اللي تعلمت عليهم ونفع. الطفلتين فيهم فرط حرب، شفت انتباه اكثر حذرا من ابوهم، صاروا اكثر حذرا من ابوهم ما شاء الله. في النزول مين؟ هذا بعد ما تعاملتي معاهم وعلمتيهم أنا. طيب. أي. بس إني أطبق اللي تعلمتي. بس تكرار. أوكي. تكرار إلى أن اكتسبوا المهارة. ممتاز. فلما اكتسبوها صاروا أفضل من غيرهم. أي ستيل في الدفاعية. أوكي. أوكي. أي. طيب. في أحد بيضيف تجربة زي اللي قالتها الأم مشكورة أو الأخت؟ طيب، أيوة تفضلي. أوكي، ما شاء الله، الله يصلح ابنائك وابنائنا جميعا. تفضلي يا في تردد لي، انا ما كنت اعرف ان عنده فرط حركه وتشتت الى ان يعني دخل المدرسه وبدا يشتكون يقول الاداره والزملاء. لما عرفت صوت كنت حزينه جدا، ما كنت اعرف كيف اتعامل معه. مع الوقت مع الاخصائي بدينا نتعامل بس ما كانت النتيجه مرضيه. مع الوقت صار يجلس سوانا جلسات جماعية مع زملاء له، بس إنه أقل من ودي بكثير. يعني حدة التشتت عندهم عالية، ولدي عنده ذكاء بس عنده تشتت. فصار ولدي نفسيا ما عاد يروح مواعيد، يقول ما يلعبون معي عدل، ما يفهموني، فحزنت من جديد وخليته. صرت أحاول أسوي أشياء إلى أن حضرت الجلسات اللي هنا. صار عندي نوع من الإطمئنان إنه أقدر أتعامل معه، ابتعدت كثير عن كثرة اللوم لأنه يغلط كل شوي، كل التصرفات تقريبا يسويها بشكل يعني مندفع وغلط. أنا لما هديت نفسيا وفهمت بالضبط حتى التفاصيل هو بدأ يرتاح ويبان عليه. بعد صار حتى لما اجتماعيا ما هو مضبوط، يعني يسلم على كبير السن زي الصغير، فصار لما يبي يسلم على حد يخاف من ردة فعله إنه غلط، شفت كيف سلمت؟ لا هذا كبير غير. تركته وهو بدأ ياخذ منحنى أفضل، صار أكثر هدوء، أكثر جرأة، أكثر ثقة. ممتاز. هذه سببت لي راحة، وسبحان الله حتى هو ارتاح. ممتاز. صار أفضل، صار يقول أبشر إن شاء الله يسلم بالطريقة الصحيحة. أنا لما اطمأنيت حسيت إنه هو اطمأن. كويس. وهذه حاجة جدا سببت لي سعادة، وهو نفس الشيء. ممتاز. الحمد لله.
الحمد لله، أشكرك بصراحة على المشاركة، رائعة، مشاركة رائعة بصراحة، شكرا لك. لما أنا أطمئنيت انعكس اطمئناني على طفلي، لما أنا أشعر بالأمان ينعكس هذا الشعور على طفلي وسلوكياته، لما أنا أكون هادي ينعكس هذا على طفلي. لكن العكس تماما، لما أكون أنا، ما أدري إذا ذكرت لكم مسبقا مثال الحكم، حكم المباراة في ميدان الملعب، ونسيت المقارنة من الحكم مع مين، يعني الوالدين، الوالد مع أبنائه، إذا صار مثل الحكم، حكم المباراة يبحث عن إيش؟ يبحث عن الأخطاء عشان قف، كل ما شاف خطأ صفر قف صفر قف، هذا يخلق توتر لدى الطفل ويخلق توتر لدي أنا، لأني أصير أدور فقط عن الأخطاء. طيب أنا والد، أنا ماني حكم، أنا ماني حكم، أنا والد، فتفرق كثير المعيار، يفرق لما أتعامل مع طفلي كحكم مباراة وشرطي مثلا، الشرطي كذلك يبحث عن النقاط اللي فيها خطأ، أنا ما حعامل ابني وكأني أنا شرطي أو إني حكم مباراة، لازم أعامل ابني على إني مربي، مربي، لأني أنا قاعد مزارع فرضا، المزارع إيش يسوي؟ يحرث، يبذر، يدفن، يرش موية، يكبس، يعتني، يحط سماد، هذا السماد جيد، لا هذا السماد الثاني جربناه المرة الماضية خربها، جنب هذا حط هذا، طلعت لنا دودة بتمدري إيش أكلت علينا الحصيل، المرة الثانية نحط من بدري مبيد بشكل معين، طيب المرة دي حطينا مبيد خرب الحصيل، المرة الثانية نحط بكمية أقل أو في نوع ثاني مبيدات الحشيش، شوف الاعتناء كيف يفرق عشان في الأخير أحصل على محصول جيد. طيب في حاجة عند ال، يمكن إحنا في نجد هنا، أو خلينا نقول في المنطقة الوسطى، التمر، أنا سمعت من بعض المزارعين اللي عندهم مزارع النخيل إنهم يقصقصون بعض العروق عشان تكبر حبة التمرة، صح ولا لا؟ ونفس الشيء ينطبق على الطماطم وبعض، يعني الشجرة الواحدة تطلع 3-4 طماطمات، بس الطماطم الواحدة كذا كبرها، والتمرة كذلك لما يصير تمر ملكي فاخر تلقى يقصقصون العروق اللي ما لها داعي، فالتغذية كلها تروح لعرق واحد أو اثنين أو ما أدري كم، فتطلع التمرة حاجة محترمة يعني ملكي فاخر. طيب هنا الاعتناء يفرق عن حكم المباراة، المزارع يطلع لك جودة، بينما حكم المباراة يدور على أخطاء، الشرطي يدور على أخطاء، صح ولا لا؟ فاعتبرني مزارع الآن، أجرب، وقد تكون التجارب خاطئة أو مو خاطئة، بس تجارب ما أعطتني النتيجة اللي أبغاها، لكني استفدت خبرة، فمن المرة الثانية راح أجرب بطريقة مختلفة، أعتني الزوائد اللي ما لها داعي قصقصها عشان أطلع جودة في ابني، جودة تستحق التعب والجهد والإجادة، في الأخير هذا ابني حيطلع ملكي فاخر أفتخر فيه في كل مكان أحطه قدامي، ما أحتاج أنا أنام وأشيل همه، أعرف أنه ابني هذا أنا بذرته كويس، أعتنيت به كويس، تعبت عليه كويس في البداية، راح يطلع حيبيض وجهي بدون أي تفكير. طيب فشكرا لك لمشاركتك هذه التجربة الحقيقة، وهذا يعكس دائما نحن، يعني أنا كأب وأم إذا أنا اهتميت بنفسي، طورت من مهاراتي، هذا راح ينعكس على أبنائي، وهذا سبب وجودكم هنا اليوم، سبب وجودكم هنا اليوم إنكم تبوا تنتجون أبناء ملكيين فاخرين. الله، حلوة العبارة، أنفع. طيب إن شاء الله كلنا أبنائنا يصيروا ملكيين فاخرين. طيب في أحد ثاني بيشارك مشاركة معينة؟ إحنا كنا نتكلم عن القواعد، تفضلي. شكرا، طبعا أنا أول مرة أحضر، كنت غايبة ما شاء الله فترة طويلة، معني سجلت، فسجلت متأخر. أها. فعندي سؤال أول، أنا طبعا تجربتي مختلفة، أشوفها يعني ممكن متوسطة، ما كانت ناجحة بصراحة. فسؤال عن التجاهل، طفلي بعض الأحيان أتجاهل. لكن هو يتجاهلني. يعني نقعد فترة طويلة إحنا متجاهلين بعض. ما عنده إشكالية. واضح. السؤال الثاني بصوت الأبوية. طب واحدة أتجاهل ويتجاهلني، أعطيني كيف يصير التجاهل؟ يعني
ايوه اعطيني الخطا اللي حصل، يعني موقف، حكيني موقف صار هو سوى كذا فانا تجاهلته بهذه الطريقه، بعدين هو تجاهلني بهذه الطريقه، وكيف انتهى الموقف؟ يعني على سبيل المثال في المدرسه الشكاوى عليه كثير، دائما يتصلوا اوكي، يوصل البيت اقول لي انت اليوم اخذت اغراض زميلك ورميتها في الزباله وانت بكرامه وما اعتذرت، والاستاذ اتصلت بلغتني ولا تكلمني عادي، ممكن ينكر عادي، عنده استطاع انه ينكر الموضوع تماما، المدرسه اتصلت ينكر الموضوع تماما وتجاهلني ومارس حياته طبيعيه. اوكي طيب، فقلت له لا تكلمني، فتج يعني بمعنى انك انت تبي تتجاهلي ولا تبغيه هو يتجاهلك؟ لا انا ابغى اتجاهل. فقلت له لا تكلمني. خلاص لا تكلمني. اوكي وبعدين بطل يكلمك؟ وانت بطلت تكلميه؟ واستمر هذا الى؟ واستمر ينسى احيانا، ينسى يكلمني. اوكي لما احنا متخاصمين. تذكري انه نحن متخاصمين. اوكي اي 8 سنوات. اوكي ومتى ينتهي الموقف هذا؟ انت خلاص انا وهو ننسى وخلاص نرجع تنسوا كذا. طيب اوكي ما عنده نهايه، هو بالنسبه له ايه عادي اوكي. في اي صف ابنك؟ ثالث ابتدائي. طيب ابنها في ثالث ابتدائي، اتصلت عليها المدرسه قالوا لها انه ابنها سوى خطا ما، ارتكب خطا ما، وجاء البيت قالت له انت اليوم سويت كذا؟ قال ابدا، إلا المدرسة اتصلت وقالت إنك أنت سويت 1 2 3، أنكر. أنا ماني مصدقتك، أنا مصدق المدرسة، وبالتالي لا تكلمني ولا راح أكلمك، في إطار إنها تستخدم تقنية التجاهل. وتركته وتركها وراح هو عاش حياته وخلص، وهي كمان يعني شغلت بالأشغال العادية في البيت، وانتهى الموقف. اما انه خلاص هو نسي ورجع يكلمها فكلمته، او انه هي تبغى منه حاجه فنادته وطلبته وامرته، خلاص انتهى الموقف عند هذا الحد. الان انا راح اوجه سؤالك للجميع، ايش رايكم في هذا الموقف؟ اعطوني كذا اراءكم، نسمع منكم. نعم سمعت شيء انا ها؟ هو تعلم منها التجاهل. أيوة قلتي شيء؟ طيب يكون له وقت تغير التجاهل، وقت محدد أو شيء اللي هو إيش؟ التجاهل إلى متى متجاهلين؟ تغير الطريقة في التجاهل. طيب إيش تسوي؟ إذا تغير الطريقة إيش تسوي؟ بس برجع لك في برجع لك في هذا، بس في أي قبل ما نرجع لها في الطريقة، في أي تعليق؟ خليني أعيد السؤال بطريقة مختلفة، هل هذا الفعل تجاهل فعلا؟ هل هو تجاهل زي ما نحن تعلمناه في تقنية التجاهل، في مهارة التجاهل؟ ها؟ مو تجاهل، هذا عقاب. عقاب مو تجاهل، اللي سويتيه مو تجاهل. نحن أخذنا التجاهل وأخذناه بالتفصيل، ومتى يصير وكيف يصير وعلى ايش يصير، صح؟ اذا اللي انت سويتي مو تجاهل، تتفقوا معي انه هذا مو تجاهل؟ لا لا ايه لا مو معي ولا لا مو تجاهل؟ يعني لا مو تجاهل. طيب اوكي اذا نتفق انه هذا الان اللي حضرتك سويتي مو تجاهل، طيب ايش هو؟ عقاب. هل هو عقاب؟ في احد يعني في احد عنده فكره ثانيه غير عقاب؟ ما في تواصل. ايوه مشاعرها حتى هي ايوه مو بس طفل. ايوه يعني لا هي قادره تعبر عن مشاعرها. ايوه طفل قادر. ممتاز. ايش كمان العقاب له بدايه ونهايه. العقاب له بدايه ونهايه، فلما نقول ما تكلميني ولا اكلمك الى ما شاء الله، الى متى ما ادري. طب كيف ينتهي الموقف؟ ما ادري. ايوه لا تكلمني، هو اخذ وانا بعد ما راح اكلمك. طب هي قالت له لا تكلمني، ها لا تكلمني، يعني هي تبغى منه انه يقوم بالتجاهل ضدها وليس العكس. المفروض انه هي اللي تتجاهله، ف
فتقول له انا ما راح اكلمك. يعني اذا اعتبرنا انه انا ما راح اكلمك هذا تجاهل، اذا اعتبرنا هذا تجاهل، فما يجي تقول لا تكلمني وانا اللي يصير معنى ذلك انت بتعطيه امر انه يتجاهلك، هذا هو لا تكلمني. فهمت قصدي؟ ايوه. اوكي. طيب. اوكي. ما يعني في ثاني ابتدائي 8 سنوات المفروض انه يفهم. طيب ايش المفروض يصير؟ ايش المفروض يصير؟ مو كان هذا السؤال اللي قبل شويه وجهنا. تفضلي. ممكن تتغير تجاهل نهائي قبل ما اتجاهل. اسمع منه. يمكن خايف من العقاب المترتب على فعلك في المدرسه، فقال بالاخر خليني انكر وتنتهي الامور. ولما قال تكلمني قال افضل احسن خليني فكه سهلت. ايه فتحتي له الباب ومشي وخلاص. ها ويروح الغرفه حقته ويلعب وخلاص انتهى الامر. نعم، وخصوصا اذا كان هذا الموقف متكرر زي ما تفضلتي. فبالتالي هو كل يوم انت تفتحي له الباب تقولي له تفضل، هو يمشي خلاص لا تكلمني ولا انا بكلمك ولا احد يكلم احد، وخلينا كل واحد وتزيد الفجوه. يا سلام عليك. لا تكلمني بس بيجي احيانا بيتكلم وتكلموا عادي. فلما تيجي يكلمك تردي عليه عادي. اوكي طيب اذا لا تكلمني هادي فين 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 تنحط يعني. اوكي ممتاز. طيب اي ما في مشكله، ما في مشكله، بس هي عشان كده هي الاخت قالت لك انت اللي تعبانه في انك انت منحرجه الان من المدرسه، وانهم حاطين لك انت ولدك مثلا بيسوي سلوكيات والمدرسه رمت كل الموضوع عليك، يعني كانك بين قوسين ربي ولدك. يعني مو معقول كل يوم يجي اذي، وبعدين يجي أب يشتكي وأم تشتكي وما أدري مين يشتكي، وتزيد الشكاوى عليه على الإدارة، فالإدارة منضغطة من هذه الشكاوى، فبالتالي يوجه الضغوط هذه كلها عليك أنت. وهذا الأخ يجي تقولي له أنت سويت، بكل بساطة يقول لك أنا ما سويت ويمشي. وفي نفس الوقت تفتحي له الباب تقول لا تكلمني وهو يروح، ما عنده مشكلة، كأنك مسكتي طريق خرس في عز الظهر لا تكلمني، وامسك طريق خلاص، فهو ماسك طريق خلاص ويلا العوده. متى يرجع لك؟ خلاص هو كمل يومه ويرجع لك بعد العشاء ان شاء الله. انا جيعانه بقى، انا بتعشى، قد قضى يومه خلص، فتعشيه وينام وبكره يوم جديد وحدث جديد. طيب اولا اشكر حضورك بصراحه لاول مره، وان كان هذه اخر جلسه، لكن جمعيه اشراق ما قصروا، وشكر خاص الصراحه استاذ عبد السلام، يعني مصورنا المحترف الرائع، وكان معنا على مدى الجلسات الماضية من الألف إلى الياء، وجهده كبير ومشكور الحقيقة. سوى مونتاج حلو ونزلوا الجلسات كلها في 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 يوتيوب في موقع الجمعية. ها؟ أوكي. الآن التسجيلات الماضية كلها موجودة على موقع الجمعية، لكنها يعني اللي يشوفها ينفجع، ساعتين، وإن شاء الله حيصير عليها تعديل، بحيث إنه كل موضوع يصير على حدة، بحيث إنك لما تبغي موضوع التجاهل تضغط يطلع لك تجاهل على طول، تسمعي حلقة التجاهل أو ال 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 التشجيع، خلاص التشجيع، القواعد العامة، القواعد العامة زي كده. فأنا أحيلك الموقع الجمعية الآن، اسمعي حلقة التجاهل وكيف يصير التجاهل الصحيح، متى وأين وكيف. إذا أنت في السيارة وشغليها تنبسطي والله، تنسيكي زحمة خريص والملك فهد مرة. فساعتين، ساعة رايح ساعة راجع للدوام، خلاص خلصنا الحلقة. جيد، فكرة حلوة، شكرا لك. فهذه التقنية اللي أنت قاعد تسوينها تحتاج إلى تعديل كبير أولا. ثانيا أنا متأكد زي ما ذكروا الأخوان أن هذه ليست تقنية، ليست من التجاهل بشيء، مو كذا يصير التجاهل. لكن في موقف زي هذا اللي حصل،
كيف نساعد أم أم مساعد؟ كيف نساعد أم مساعد في مثل هذا الموقف؟ أنا أجزم إنه ما في واحد فينا هنا كأب ما جاله اتصال من المدرسة يوما ما. أجزم. السبب الأول إنه أبناءنا كلهم ADHD، والسبب الثاني إنه حتى اللي مو ADHD بيصير لهم مواقف، لأنه كل الأطفال يرتكبون أخطاء، القاعدة، وكل الآباء، كل الأطفال عفوا لديهم مشاكل سلوكية، وكل الأطفال كل الأطفال لديهم مشاكل سلوكية، وكل الآباء يرتكبون أخطاء في التربية، يعني هذه قاعدة مسلمة. فبحكم هذه القاعدة كلنا تلقينا اتصال من المدارس في يوم ما لأنه مشكلة ولدنا سواها، إما جزء منها أو هو مفتعلها أو كان عليه نتيجتها بلا شك. السؤال كيف نتصرف الآن؟ أنا أب كل يوم التاني يجيني اتصال، ابنك سوى زي أم ساعد. طب إيش أسوي أنا الآن؟ خلينا كده نفكر مع أم ساعد ونشوف كيف نحل مثل هذه الإشكالية. أوكي. لكن إذا تناقشت معه عنده عذر. عنده عذر مباشرة. هو ضربني، هو قال لي، هو تكلم. هو اللي بدأ. مرة. إلى درجة حتى المدرسين. والله هو اللي تكلم عليه. إيه. يستاهل. هو دائما مظلوم. اوكي. ما يفهمونه. اي. اوكي. ايش بعد؟ لا كثير حركه. لا لا انا ما ابغى الشكاوي، انا ما ابغى الشكاوى، اذا عديناها ما راح نخلص. لكن انت كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف؟ السؤال. تناقشت مع مين؟ مع الطفل. اوكي. كيف صارت النقاش؟ هم الغلطانين. اوكي. بس انا تجاهلت المدرسه، اتصل علي بيقول لي الشكوى، قلت طيب خلاص. اول كانت تتعب نفسيا، تتعب. تجاهلت المدرسه في البدايه، كنت اتعب، وفي البدايه كنت اتعب نفسيا لاني الوم نفسي اني انا ما ولدي مو كويس، فبالتالي اللوم علي اني ما علمته كويس، ما ادبته كويس، ما ربيته كويس، عشان كده انا اتعب نفسيا. بس هل هذا الشعور صحيح، انه الاب يشعر او الام تشعر تجاه ابنها بهذا الامر؟ ها؟ لا غلط. ايش اللي المفروض يصير طيب؟ مستحيل ما في حل. ممتاز. ايش قلتي انت كمان؟ المفروض نتقبل اخطاء. طيب ايش نسوي؟ كيف؟ دقيقة. ايوه حق اوبري. اي اللي يبكس الاطفال. اوكي طيب، هذا واحد من الحلول. تفضل. اوكي. غير الجدول. اها. أوكي. المدرسة كمان لها دور. أوكي. طيب خلينا نبدأ واحدة. أنا الآن في الدوام جاني اتصال من مرشد الطلابي أو مدير المدرسة أو معلم إنه ابنك اليوم سوى فعل ترك، أو معلمة، وهذا الأمر غير مقبول، والمفروض إنه كذا، وجاء أبو الطالب الثاني يشتكي وكذا. طيب أنا كوالد هنا الآن قاعد أتلقى هذه الرسالة وأشعر بالألم هنا في الداخل. عندي حلين، إما إني أقول طيب شكرا يعطيكم العافية وأنا راح أتصرف وأرخي السماعة، أو إني خيار ثاني إيش أسوي. طبعا أتوقع هذا الخيار معظم الآباء يسوونه. المرشد في المدرسة. ها؟ المرشد. إيش بو؟ مو هو لو يعرف يتعامل ما اتصل عليه. يعني لو المدرسة تعرف تتعامل مع الموقف ما وصل للآباء، وهذه مشكلة كبيرة طبعا، إنه كثير من المدارس يرمون الحمل على الآباء، ما يقومون بأي دور. المعلمين هناك أو المعلمات ما يقومون بالدور، لهم أسبابهم، إما إنهم أصلا ما يعرفون كيف يتصرفون، أو إنهم ما هم مهتمين، أو 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 يزيد الطين بلة. نعم 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 نعم. إنه جت شكوى من المدرسة والمعلم رافض أن الطالب الولد يكون معه في الفصل. أوكي. فهو
فما هو حاب إن يكون معه في الفصل، كان وجهه للفصل ثاني. طيب ما تحلت المشكلة إذا؟ أيوة ما تحلت المشكلة. طيب ال 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 في 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 الوضع النموذجي، في الوضع النموذجي انه الطفل يتحمل جزء، الطفل الثاني يتحمل جزء، المدرسه تتحمل جزء، سواء المعلم المرشد المدير الى اخره، ثم الوالدين يتحملون جزء. طيب هذا في الوضع النموذجي. لو كل واحد فيهم قام بدوره كان اما اتحجمت المشكله او انها ما وقعت او حلت بشكل مباشر. نعم انا هذا اللي انا اقصد. فأنا لما أتلقى هذا الأمر من الوالدين أو من المدرسة، المفروض أني أتفهم الموضوع بشكل أوضح وأكبر. إذا ما كان التليفون مناسب أعمل زيارة للمدرسة عشان أفهم إيش اللي قاعد يصير، إيش هو هذا الموقف، وكيف كبر تصعد إلى أن استدعى أنه تكلموني، مع أنكم أنتم معلمين مربين، المفترض أنكم مربين، وإن كان شالوا وزارة التربية والتعليم الحين صار بس اسمها تعليمها. الموقف إن الآن قالوا لا التربية لغوا كلمة تربية، لكن المعلم مربي، حتى لو لغوا اسم التربية إداريا ما يهمني أنا هذا الأمر. لما يجيني ابني البيت يقول يا بابا المعلم قال لا نتفرج MBC 3، هذا موقف حصل لي أنا. جاء ابني يقول المعلم قال لا نتفرج MBC 3 نهائيا. ليش؟ قال قناة مرة ما هي كويسة. طيب قلت له طيب انت ايش بسوي؟ قال انا خلاص ما راح اتفرج MBC 3. الان هذا المعلم قام بدور تربوي مع ابني، قام بدور تربوي واضح، واخذ الابني اخذ كلمته كذا. يعني انا لو قلت له الا نتفرج يقول لا، المدرس قال، صح ولا لا؟ اذا المعلم دوره تربوي لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله. فهو قاعد يغرس في ابنائنا اشياء شاء ام ابى بحكم موقفه، شاء ام ابى. فيا إما يغرس أشياء كويسة يا إما يغرس أشياء الله المستعان يعني. طيب إذا دور المعلم لابد أن يكون تربوي. إذا في حالة حدوث مشكلة لابد أن المعلم يقوم بدوره، المدرسة لازم تقوم بدورها لحل المشكلة وإخماده، تفهم الأطراف، تفهم المواقف، ثم يعلمهم ثقافة الاعتذار، ثقافة التواصل، لأنه أي مشكلة بشكل عام تنشأ بين اثنين معناها التواصل بينهم في مشكلة. فمهارات التواصل مطلوبة من كل الأطراف. أنا كمعلم لازم أعلم أبنائي طلابي مهارات التواصل، لازم أعلمهم مهارات التواصل عشان ما تعلمهم مهارات التواصل يخفض حدة التوتر. تصير المشكلة لما ما أفهم هو اللي بدأ، هو اللي ما بدأ، لا مو أنا، لا هو. طيب معناه أنه هنا في الرسالة دي اللي بينهم ضايعة، فين الرسالة؟ مين بدأ يرسلها وكيف استقبلها الثاني ثم رد عليها كيف؟ ففي رسالة هنا ضايعة، صح؟ فمهارات التواصل الاجتماعي ضرورية جدا لتعليم أبنائنا، وهذه رسالة إلى جميع المعلمين. تعلم أنت وسائل مهارة التواصل الاجتماعي وعلم أطفالك أو اللي معك في الفصل وسائل التواصل، مهارات التواصل الاجتماعي. ونحن كآباء لازم نعلم أبنائنا مهارات التواصل. يعني لما تنشأ مشكلة إيش اللي حصل؟ حصل هنا، حصل هنا، حصل هنا، أوكي، يعني أنت بدأت سويتها كذا، يعني هل كنت تقصد؟ طيب لا ما كنت تقصد. طب هو ما كان يقصد، مو قصده مثلا لما بيجري ودفك بالغلط. طب أنت المفروض إيش تسوي؟ اعتذر. طيب اعتذر، قبلت اعتذار وقبلت اعتذار وانتهت المشكلة. ها؟ بالعكس، خليها تطول، وش المشكلة؟ طول معاك شهر، شهرين، ثلاثة، ثم بعد ذلك ترتاح باقي السنوات. طول معك في أول ابتدائي. أذكر في أول ابتدائي كان في مدرس ما يدرس إلا أول ابتدائي، ما والله يستحق ذكر اسمه بصراحة، أستاذ فيصل المعتوق أو معتوق حاجة، أستاذ معتوق، نسيت اسم العائلة. أستاذ معتوق يدرس أول ابتدائي من 30 سنة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في مكة، الآن اسمها مدرسة بن باز. أستاذ معتوق أول شهر في السنة ما يفتح كتاب، أي دفعة تجي ما يفتح كتاب تماما، يربي، يغرس مبادئ. عنده دور أدراج في الفصل مليانة حلويات وبساكيت وكذا،
ما في طالب واحد يتجرأ يفتح ويأخذ بدون إذن. أول 3-4 أسابيع ما يبديهم، ما يعلمهم سوي كذا لا سوي كذا، تعليم تعليم حوارات مدري إيش كذا، ثم الشهر الثاني يلا ألف باء تاء، ما تنتهي السنة إلا هم يقرؤون كتب، كتب مو يقرأ كتاب المدرسة، لا يقرأ كتاب ثاني. وين هذا المعلم؟ هذا أنا أعرفه شخصياً، أنا ما درست تحت يده يعني، لكني درست في نفس المدرسة اللي هو درس فيها. رائع 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 إلى بمن إلى أن تنتهي الكلمة. فمهارات التواصل، نرجع تاني مهارات التواصل، بعدين إذا ما استطعنا نحلها بينهم نجي بعدين نطلب تدخل، إذا حسينا إنه والله لا الوالد ممكن يتدخل أو الوالدة ممكن تتدخل عشان تسوي دور أكبر بحيث إنه يصير فيه استمرارية نسويها، ليش لا؟ نجيب الوالد، ولما أنا أتلقى اتصال لازم أعرف إيش اللي حصل بالتفصيل وأتفهم، ثم إذا اتضح لي إنه الموضوع ممكن يحل من المدرسة أوجه المعلمين أقول لهم هذا الموضوع بإمكانكم أن تحلوه بالطريقة هذه بدون ما ترجعوا لي أصلاً أنا. طيب، وما ويمكن نحن ذكرنا في المكافآت إننا ممكن نتعاون مع المدرسة، يعني مين أستاذك؟ أستاذ فلان، أستاذ فلان شوف أنا عندي جدول مكافآت في البيت، أنا راح أضيف النقطة هذه اللي أنت قلت عليها وراح يجي ابني عندك في الفصل، فإذا سواها بشكل صحيح أعطيه ملصق أو استيكر، أعطيه نجمة، إذا جاء عندي البيت أنا حضيف النجمة دي في الجدول اللي عندي في البيت، فيصير في تواصل بيني وبينك. اليوم اللي يجيني فيه بنقطة حمراء النقطة الحمراء هذه حتنضاف عندي في البيت، فهنجمع له النقاط السلبية، وإذا جاني بنقطة زرقاء أو نجمة حتنضاف عنده في البيت، فيصير الولد يربط بين الاثنين ويصير حريص أشد الحرص إنه ما يحصل على نقطة سلبية، صح ولا لا؟ تكلمنا في هذا في المكافآت والمحفزات. طيب الآن قلنا إنه الأم ساعد طبعا قالت تبى تعاقب ابنها وقالت له لا تكلمني، إذا أنا بدي أعاقب ابني هل أقول له لا تكلمني؟ زي نادي النصر وتصدر. ها إيش رأيكم في 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 هذا العقاب؟ نحن إيش أخذنا من أساليب العقاب؟ أخذنا التجاهل، وأخذنا إيش كمان؟ وضع الحدود، وأخذنا الاستراحة. طب هل أقول له لا تكلمني؟ هل هذا أسلوب من أساليب العقاب؟ لا تكلمني، ولا تكلمني مفتوحة. أيوة بس طيب أوكي، لا تكلمني مقبولة. في وضع معين، في مثل هذا الوضع اللي في المدرسة لا تكلمني. طب وش بيصير طيب؟ حتى لو ما كلمني إيش حيصير؟ هل اتحلت المشكلة في المدرسة؟ المفروض أنا أجلس معه وأسمع منه إيش اللي حصل بدون ما أوجه له إنك أنت المشكلة. أيوة. تبدأ تسألي كيف يومك اليوم؟ شكلك اليوم تعبان، شكلك مرة متحمس، يلا حكيني أول حصة، ثاني حصة، ثالث حصة. ما كان في شيء يضايقك في المدرسة اليوم؟ يبدأ ها شوية شوية، أنت كنت عارفة المشكلة لكن تكون مفتوحة مفتوحة، فيبدأ يتكلم، تأخذ وتعطي معاه. لا حيتكلم هو، لما نحس معاكي بالأمان والراحة والثقة وإنك بتأخذ وتعطي معاه وإنه ما في لا تكلمني أو يحس بالأمان حيتكلم، لأنه صغير حيتكلم وحيقول لك الأسباب، لأنه ممكن له أسباب هو بيسوي الحركة هذه، فلازم تفهم هو ليه بيسويها، لازم تفهم ليه بيسويها، يمكن بيتآذى أصلا في أحد بيسويها أو بيتعلم من أحد، فهذه جدا ضرورية. تنمر حتى هو ما شاء الله متنمر، ما هو بيقل، ما هو بيقلد بيرد بياخذ حقه، ففي اسباب الان. اوكي طيب نحل الاسباب. اوكي فهنا الان اتضحت الصوره، يعني احنا لما نتكلم مع ابنائنا تذكرون شعور الامان اللي تكلمنا عنه، الطفل اذا ما شعر بالامان معايا والثقه ما راح يتكلم معايا نهائيا، لازم طفلي يشعر بالامان معايا حتى لو سوى خطا، لذلك ما يضطر يكذب.
إذا شعر بالأمان ما راح يضطر يكذب. كان في واحد من أسئلتكم الكذب. أوكي. الكذب إنه ابني يكذب وكذا. طيب أنا لابد يعني طفلي إذا شعر معايا بالأمان إيش اللي حصل ويحكيني وأنا أسمع منه بكل تجرد، ما أقول أنت الغلطان ولا ذاك الغلطان ولا أحد تاني غلطان، أحاول أدور على ثغرة بحيث أنه مو أحد فينا غلطان، في مشكلة بس ما هي فينا نحن، في الموقف، المشكلة في الموقف وليس فينا، فهمنا غلط، الرسالة جاتنا بشكل مختلف كذا. أهم شيء أنه طفلي لما أنا أهرج معاه يعرف أني أنا بأهرج معاه بكل تجرد بدون حكم مسبق، بدون حكم مسبق عليه، على الطفل إنك أنت أصلاً مؤذي، إنك أنت تتنمر عليهم، إنه كذا إنه كذا، إنك أنت هذه هذا أصبع الاتهام، مشكلة هذا. وهذا مشكلة حتى معانا في كل مكان لما نعامل الآخرين، نحن نوجه نشوف هذا والله هذا شكله كذا وهذه شكلها وهذه فيها وهذه خطيها، لا خليك متعادل متوازن، الناس سواسية كأسنان المشط، صح؟ هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فنحن لابد نعامل بعض بهذا المبدأ، إنه بدون حكم، بدون إطلاق أحكام مسبقة، لأني لو أنا في بالي إنه ابني مؤذي مهما قال ما راح أصدقه، لو أنا في بالي إنه هو اللي بدأ الخطأ أو هو المخطئ بحكم إن الكلام اللي أنا سمعته من المعلمين، فمهما قال غير مصدق، كلامهم مسلم وهذا غير عدل على الطفل، قد يكون العكس تماما، قد يكون العكس تماما. فأنا أسمع منه أوكي طيب أنت في رأيك إيش، ليش حصل كده، طب هو لما سوى لك كده أنت ليه سويت له كده، هل كان بالإمكان تسوي شيء أفضل من اللي سويته؟ يعني في حوار، في قنوات بتفتح، في أفكار بتزرع بتنشأ زي المزارع، احرف بعدين حط بعدين. طيب بعدين نبدأ أوكي ها هي بكرة إذا صار الموقف مرة تانية كيف حتتصرف؟ أنا هسوي كده أوكي كده أنت ممتاز، كده أنت كويس، كده أنت شاطر، كده أنت راح تشجيع، كده أنت راح تتفادى المشكلة مع الطفل ومع المدرس ومع المدرسة، وبالتالي إذا سويت هذا الأمر أنا راح أكلم المعلم وأقول له أعطي ابني هذا النجمة عشان نضيف له هي في جدول المكافآت اللي في البيت. ها وهنا المتابعة على الأمر. طيب ممتاز، إذا في طلاب يتنمرون عليه، طيب إذا في طلاب يتنمرون عليه من هم هؤلاء الطلاب؟ شوف التنمر يعني لها طريقين في وجهة نظري، طريق إداري وطريق تربوي. طيب إذا كان هذا الطفل معروف إنه هو متنمر، يعني معني برضو ما أطلق أحكام لكن جدلا إنه هذا الطفل متنمر ومتنمر على الجميع، إداريا لابد أن يقام في نظام حاطته الوزارة ومعروف خاص لابد يطبق هذا النظام مع هذا الطفل، تربويا هذا الطفل أصلا هو مسكين ليش قاعد يتنمر، هو ضحية هو نفسه عنده مشكلة، فالمدرسة هنا لابد أنها تنادي الآباء أو يتم الاستعانة بطبيب نفسي، يتم الاستعانة بأخصائي نفسي إذا المدرسة عندهم أخصائيين أو عندهم أحد ممكن يدرس المشكلة عشان يشوف إيش عند هذا الطفل مشكلة، ثم من يتدخل يعني يتدخل لمساعدة هذا الطفل لإيقاف التنمر، لأنه هو ما تنمر إلا عنده مشكلة أساسا، وإلا في الأساس الأطفال كلهم يروحوا طبيعيين في الأساس، لكن إذا صار في مشكلة في البيت يتعرض للعنف لضرب مثلا أو في الحارة أو اعتداء أو كذا، فبالتالي يفرغ في الأطفال في المدرسة، معناه هذا الطفل أصلا عنده مشكلة يحتاج إلى تدخل علاجي. طيب مرة كنت في زيارة لمدرسة ابني ومسكني المدير لما عرف أني طبيب نفسي، قال يا أخي عندنا واحد تعبنا بهدلنا وكذا، قلت له جيبوا جمعية إشراق. قلت والله قلت تعال جيب خليه يجي جمعية إشراق، يعني قال لا بس نحن إشراق نبغاك تشوفه الآن، قلت لا كيف أشوفه الآن بأي حق، كلم الأب إذا
عنده مش إذا ما عنده مشكلة يجيب الابن لجمعية إشراق، وجمعية إشراق والجهود توجيه الصحيح يحولوه لطبيب، يحولوه لأخصائي يساعدونه. أما إني أنا أشوفه كده لا، هذا أمر غير مقبول. يقول المدير إنه هذا لما يقول الطفل هذا يقول أبوي قال لي إذا أحد ضربك أضربه، فصار يضرب كل الخلق. بالله هذه رسالة ترسل للطفل، وكيف هو يا أبوي يقول له هذا الكلام؟ قلت أنا ما أقدر أحكم عليهم الآن بمجرد سماعك، وإن كنت أحيانا يعني قد وقد لا أتفق مع هذه العبارة، مع هذه العبارة في مواطن معينة، لكن إنه بشكل عام الطفل يجي المدرسة بمبدأ إذا أحد ضربني أضربه، ويصير ما في بالي إلا أي واحد يقربني عشان أنتقم منه، هذا أمر قطعا خطأ، قطعا خطأ. لكن قبل ما أحكم إنه إذا ضربني أضربه، في أمور أخرى المفروض إنها يعني تعلم للطفل. طيب، فهنا المدرسين كذلك وجمعية إشراق يعني ما قصرت إنها تسوي دورات للمعلمين بشكل مختلف، يعني بشكل متكرر كذلك، تجيب مجموعة من المعلمين، وهي الآن تجيب مجموعة من الآباء، وهذا دور كبير الصراحة تشكر عليه الجمعية. طيب، فإذا حصل الطفل على الأمان ما يحتاج يكذب. إذا عرف الطفل إنه ما راح يحكم عليه، ما راح يعاقب، راح أحد يفهمه إنه مو هو سبب المشكلة، قد يكون كلامه فعلا صحيح، فراح يتكلم بكل صراحة، ما يحتاج أكذب. أنا ما سويت، ولما أنا سويت كان بعد ما صار كده بعدين أنا سويت كده، فيتكلم بكل ثقة لأنه أصلا مرتاح، ما عنده تهديد أمني داخلي. طيب، وبعدين لما نجي عاقب طفلي ما أقول له لا تكلمني، لا تكلمني، كأنه هو يعاقبني الآن إنه ما يكلمني. هذه لازم تتعدل شوية، تتعدل. لما أنا عاقبك مثلا، لو فرضنا إني حعاقبك، أنا راح أحرمك من أو أنت محروم من التلفزيون لمدة ساعتين لأنك سويت العمل الفلاني، طبعا بعد ما تتأكد إنه فعلا سوى العمل الفلاني، فهنا عقاب. لكن لا تكلمني، هذا هو اللي قاعد يسوي العقاب عليا. ممتاز، ايوه ممتاز. قولي له اذا ها تعدل السلوك. اذا هنا الان ما في عقاب، اعترف بالخطا. اعترافك بالخطا والصدق والامانه هذه اخلاق عاليه تسقط عنك العقاب، لانك صادق، لانك امين، لانك اعترفت. المفروض اني اعاقبك بالعقاب الفلاني، لكن هذه الأشياء الثلاثة أخلاق عالية، أنا راح أسقط عنك العقاب بسببها. فهو إيش يجي في باله؟ أقول لأنه أنا أشعر أو أنا أفتخر فيك لأنه أنت تقولت الصدق، هنا يتعدى سلوكك. شكرا لك، شكرا لك، أفتخر فيك لأنك قلت الصدق. كلمة من أعظم كلمة ممكن يسمعها طفل من أمه وأبوه، أنت ولدي، أنا ربيتك، أنا أفتخر فيك إنك قلت الصدق. بعد كده هيكذب؟ يعني أول اللي يكذب يجلدونه عشان لا يكذب ثاني. لكن هذه الكلمتين هذه اللي أنت قلتيها أثرها إلين يموت، إلين يموت. نحن كبار نحن نكذب أحيانا، صح؟ نحن كبار نكذب، صح؟ متى نكذب؟ متى نكذب نحن الكبار؟ اعترفوا يلا. إذا تأخرت على اجتماع، إذا خفت العقاب. الكذب دائما مرتبط بالأمان. إذا كنت خايف أكذب عشان أتفادى الشيء اللي يهدد أماني، صح؟ أو أحسن صورتي في حاجة معينة، معناه إني قاعد أتفادى إنه سمعتي تتشوه أو صورتي طيب أكذب. إذا إيش كمان؟ تأخرت عن عملي. إذا احتجت حاجة معينة للوصول إلى إما وصول إلى غاية أو تفادي. طب نحن ككبار نكتب، فما بالكم بالطفل اللي هو أصلا خياله أوسع بعشرات المرات من خيالنا نحن ككبار. فالكذب كسلوك مبدئي من الطفل ما ألومه عليه في البداية، ما ألومه عليه. طيب،
إذا أنا صغير وكذبت أبويا جلدني، فحيب لما ابني يكذب حجلده. هذا إيش؟ هذه إيش تسموها؟ إيش نسمي؟ إيش سميناها؟ ها؟ لا لا، لما أنا كنت صغير وكذبت أبويا جلدني، فالآن أنا أب، لما ابني كبر جلدته. إيش قلنا عليها هذه في واحدة من الجلسات؟ إيه؟ لا، الخبرة السابقة، الخبرة السابقة، لأنه نحن كيف نعامل أبنائنا؟ نفس ما عاملونا آبائنا، هذا الأساس. فأنا يوم أنا كذبت وأنا صغير أذكر أبويا جلدني، فلما كبرت ولدي جاء، عشان مو عشان الجلد هو الفعل الصحيح، لكن في اللاواعي إنه عقوبة الكذب الجلد. فلما ابني كذب جلدت العدالة. إيه. فلما لازم أجلده. يا ما إذا ما جلد. لا مو صحيح هذا الكلام. في هناك شيء أفضل بكثير. طيب. فأنا الأساس إنه الشيء اللي أبويا وأمي سووه معايا راح أسويه مع أبنائي. طيب. هناخد بريك نخلص هذه النقطة، ولا ما أدري في أنا النقطة أصلاً ضيعت الكلام. إيش كنت بقوله؟ خلاص ناخذ بريك، نكمل مع البريك ان شاء الله. في البدايه تشخيص فرط الحركه وشتت الانتباه. احنا نحب نبين انه هناك يكون احيانا في لبس ما بين تشخيص فرط الحركه وشتت الانتباه فقط، او يكون معه اضطرابات نمائيه اخرى. طبعا احنا بالنسبه لنا العمر جدا مهم، عمر الطفل. فغالبا الطفل لما يكون اقل من 5 سنوات فاقل، تشخيص فرط الحركه وشتت الانتباه ما بيكون تشخيص دقيق، لانه غالبا يشخص في سن المدرسه، فبيكون في تقييم من المدرسه مثلا والبيت. فمهم جدا انه نتاكد ان الطفل ما يكون معاه اضطرابات نمائيه اخرى، مثلا التوحد، مثال اللي هو الاضطرابات النمائيه الشامله، القلق، عشان نحكم عليه وكيف نطبق عليه هذه الاستراتيجيات. طبعا اذا كان الطفل لديه اضطرابات نمائيه اخرى مع فرط الحركه وتشتت الانتباه، يكون تطبيق المهارات هذه في نواجه فيها تحديات، وتكون مغايره، ما بتكون زي ما بيكون فرط حركه وتشتت انتباه وحيد. طيب، من الأسئلة اللي جاتنا انه الطفل يضرب راسه بالجدار وتحاول ان الام تتجاهله لكن ما وجدت اي حل. طبعا احنا قلنا مهم اللي هي لما انا اتجاهل يكون السلوك، لازم يكون السلوك ما يكون سلوك خطر يأثر على سلامة الطفل. فضرب الراس هذا يعتبر سلوك خطر، فانا ما اتجاهله. فرقم واحد، اول شيء اتاكد هل الطفل هذا فعلا بيشعر بالالم ولا لا، لانه الطفل لما يشعر بالالم من مره واحده ما اعتقد انه حيعيد مره ثانيه انه يخبط راسه بالجدر لفت الانتباه. فاحتمال جدا انه الطفل هذا ما يعرف يتواصل، انه يعبر، يكون عنده تأخر في الكلام، فعشان كده بيعبر بهذا. وأحيانا يكون لا، يكون يعني يكون حاجة ما يقصدها، فقط للتعبير، لما يعصب، لما ما يقصد إنه يخبط رأسه. فأنا لازم أتأكد إنه هو قادر إنه يعبر بالكلام، ما يكون في تأخر كلام أدى إلى فعل الحركات الترددية هذه. هذه حاجة مرة مهمة، أتأكد إنه هو فعلا بيحس بالألم، يكون يمكن ما في إحساس، عشان كده بيعيد بيكررها. فهذا يستدعي إنه أنا لازم أعرضه على طبيب مختص وأتأكد هل في إحساس أصلا أو ما في إحساس. طيب، فالتجاهل في هذه الحالة ما ينفع أبداً، لأنه هذا يعتبر بشكل خطر على سلامة الطفل، فما أتجاهل أبداً هذا السلوك. بالعكس، أنا يمكن أعرضه على طبيب عشان أتأكد إنه ما في أي خلل مصاحب لهذه الحركات الترددية. طيب، من السؤال اللي جانا كمان عند الطفل كثير الكلام أو ثرثار، بحيث إنه يتكلم كثير وحتى ما عنده أصدقاء. إحنا دائماً نسأل برضو عمر الطفل مرة مهم. الشيء الثاني، هل عنده اهتمامات معينة مشتركة، بحيث انه بيكون ثرثار، بمعنى انه يتكلم في موضوع، مثلا يتكلم عن الديناصورات مثلا بطريقة يعني بطريقة مستمرة، بحيث انه الكل يبعد عنه، لانه هذا احنا نسميها اهتمام مشترك محدود. هذا ما يخليه يعمل علاقات اجتماعية، فينفر الاصدقاء اللي حوالينه. فاحنا لازم نتأكد دائما لما تجينا عندنا في العيادات تقول لي ثرثار، اقول لها في ايش يحب يتكلم. يتكلم عن اشياء غريبة، التواريخ مثلا، العناوين، الأشياء الغريبة اللي ما تكون الأطفال كلها يتكلموا عنها مثلا، اللي هي الأشياء، فالناس تطفش منه فيروح.
فجدا مهم اني انا اتاكد من هذا النقطه. وضع الحدود هنا مره مهم مع الطفل. اذا كان ثرثار مثلا، اذا لك مثلا مثلا لك موضوعين في 10 دقائق مثلا، فانا احدد له الوقت اللي يتكلم فيه وبعد كذا خلاص. فوضع الحدود هنا جدا مهم مع اي طفل ثرثار، لكن انا اخذ بعين الاعتبار في هو عنده ثرثره في ايش الموضوع اللي بيثير اهتمامه. طيب طيب هذه يمكن هذه السؤالين هذه اللي جات الأكثر، والثاني جاوبنا عليها أعتقد. طيب خلاص هذه قلنا هذه الالتباس. طيب أحب أضيف على الكلام اللي ذكرته الدكتورة مشكورة، إنه لما تكون الثرثرة في موضوع واحد فقط يعني، فهنا علامة استفهام كبيرة على التشخيص. هل الثرثرة في هذا الموضوع هي نفس الثرثرة المصاحبة لاضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه أم لا؟ في ثرثرة مصاحبة لاضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه، وفي ثرثرة مصاحبة لاضطرابات أخرى زي اضطراب التوحد مثلا، يكون الولد ذكاؤه عالي جدا، أعلى يعني أعلى من أعلى من المتوسط، بل يعني يكون خارق ذكاء خارق، ويحفظ مثلا أرقام بشكل خرافي، يسوي عمليات حسابية معقدة دون الحاجة إلى 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 ورقة وقلم عشان يحسبها أو إلى آلة حاسبة، يتكلم في أنواع الديناصورات وسلالاتهم وأبنائهم وأسماءهم وتفاصيل دقيقة جدا، يتكلم في أنواع أسماك الزينة، السمكة البرتقالية هذه من سلالة أسماك مدرمين اللي جايين من البحر الفلاني، وطولها وعرضها وحجمها ووزنها، وتعيش 5 أيام وبعدين تموت وتولد، ولما تبيض تبيض كم بيضة. فأنا الأطفال اللي حوله لما يقعد يتكلم في تفاصيل أسماك الزينة إيش يسووا؟ إيش ها؟ يروحوا يخلوه، إيش بدا؟ في شيء غلط، في شيء غلط. طيب فهذه الثرثرة أو هذا النوع من الثرثرة ما هي الثرثرة المصاحبة لاضطراب فرط حركة وتشتت انتباه؟ هذه ثرثرة مصاحبة لاضطراب طيف التوحد. طيب كذلك فرط الحركة، في فرط حركة مصاحب لاضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، وفي فرط حركة مصاحب لاضطراب طيف التوحد، وفي فرط حركة مصاحب للقلق. فأنا كأخصائي أو اختصاصي كطبيب لابد أعرف أفرق هذه الثرثرة جاية من فين، هذا فرط الحركة جاي من فين، وهذا التشتت أو عدم الانتباه جاي من فين. كلها تتشابه، الصورة الأخيرة صورة فرط حركة وتشتت انتباه، لكن يحصل الالتباس في التشخيص أحيانا أن كلهم يشخصون فرط حركة وتشتت انتباه إما بعدم التقييم الجيد أو لأنه الشغلة واضحة ومريحة وخلاصية دواء ومع السلامة. لما نعطي دواء عشان نعالج هذا الاضطراب إذا كان صادر عن فرط حركة وتشتت انتباه يعطي نتيجة كويسة، إذا غير صادر عن فرط حركة وتشتت انتباه ما راح يعطي نتيجة كالمأمول، يعني نتيجة كويسة. طيب فهنا الالتباس لازم يكون واضح. تفضلي يا أي. صحيح هو يتضايق؟ هو عادي انت تتضايقين هو عادي. طيب على كل حال ربما يحتاج طفلك الى اعادة تقييم،
طيب هذا بشكل عام كحالة خاصة عشان نشوف فين النقاط اللي نقدر نتدخل فيها أو لا كحالة خاصة. ولكن يعني بشكل عام الثرثرة الناتجة عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الغالب ينفع معها واحد من أساليب اللي تكلمنا عنها، إذا كان إعادة توجيه كتجاهل أو المكافآت إذا تكلمت في موضوع ثاني، أو نحط له حدود بشكل أو بآخر. لكن بعض الحالات تحتاج إلى، أنا اللي أخشاه إنه ابنك يصير معه اضطراب آخر لم يتم اكتشافه، يعني مع فرط حركة وتشتت انتباه في اضطراب ثاني، وبالتالي هذا اللي قاعد يغذي الثرثرة هذه أكثر من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب هل كنا من ضمن الجلسات طلبنا منكم إذا أحد استخدم جدول المكافآت وجاب معاه نتيجة يعطينا خبرته أو يصور لنا الجدول وكيف سواه بطريقة الطريقة اللي سواه بيها؟ وجاتنا مشاركة واحدة يعني مشكورة الأخت اللي شاركتنا فيها، فهل في أحد يعني حاب يشاركنا أو جرب خلال الإجازة الماضية الثلاثة الأسابيع اللي توقفنا فيها؟ هل جربت ألعب مع طفلي؟ هل جربت تجاهله؟ هل جربت وطلع معانا نتيجة؟ بس أعطونا نبي نسمع منكم يعني الأوامر إننا نحددها ونعدها، كم أمر في الصباح ولا كم أمر في المساء ولا وقت الشاهي؟ 17 مرة خلال كم؟ الصباح في الـ في الـ في الروتين الصباحي 17 أمر، 17 أمر فقط في الصباح. في كم في 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 ساعة ولا في 30 دقيقة ولا؟ في 30 دقيقة 17 أمر. حلو. أذكر إنه البعض كان يقول لا كثير. أنتوا أعلى. أيوة. أيوة. بالراحة عدينا 30. نعم. طيب إذا عندي الآن رقمين 17 و30. في أحد عد يعطينا رقم آخر؟ في أحد وصل 50 40؟ أيوة. أيوة. ممتاز. نعم. ايوه. نعم ما شاء الله. الله يصلح ابنك يا رب ويحفظه. وبصراحة مشاركتك قيمة وراح نضيفها إن شاء الله لشرائحنا ونذكر تجربتك إن شاء الله مع المجموعات القادمة. يعني أم سعود تفادت الأوامر الصباحية بأنها حطت جدول، فكل ما يجيها إيش يسوي تقول له أرجع الجدول، والجدول مرتب الأشياء اللي المفروض يسويها يمشي عليها واحد واحد، فرش أسنانك، أتوضى، صلي، ألبس البيجامة، الجزمة إلى آخره، مع الصور، الفطور، إلين يجي الباص. فهي قللت عدد الأوامر الموجهة للطفل ووفرت على نفسها مجهود كبير، ووفرت على نفسها كذلك أنها تنتبه على الآخرين من الأبناء، وهذه حاجة كويسة. طيب شكرا لمشاركتك التجربة يا أم سعود، أسأل الله أن يصلح أبنائك جميعا وأبناء الحاضرين. ها نبي نسمع تجربة أخرى أو سؤال. أيوة. نعم. أيوة. اضطراب، السؤال هل يمكن أن يصاب الطفل فقط بالتشتت دون فرط الحركة؟ الجواب نعم. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ثلاث أنواع، إما أن يكون فرط حركة فقط، هذا النوع الأول. النوع الثاني تشتت انتباه فقط بدون فرط حركة. النوع الثالث الاثنين مع بعض. طيب طيب
انت عندك استطاعه انك تشخص طفلك، هل انت مختصه؟ ايش تخصصك؟ حضارات قديمه. بعيد جدا. طيب انا اتفهم كلامك تماما وموقفك اتفهمه تماما. انت لاحظت على ابنك، خلينا نقول انا لاحظت على ابني اعراض تشتت الانتباه، هذه واضحه، بس هل هو مشخص بتشتت انتباه؟ لا، هذه تحتاج الى تقييم طبي. ايش شخصه؟ فرط اثنين من النوع، الاثنين مع بعض. نعم. ما عنده فرط حركة. ما عنده فرط حركة. أوكي. بس أنت تستطيعين القول إذا أنا عد جملتك أو صياغة جملتك تقولي ابني يظهر عليه أعراض الفرط، أعراض تشتت الانتباه أكثر من أعراض فرط حركة. لكن أنت لا تشخصي ابنك. فهمتي؟ لا تشخصي ابنك. روحي للدكتور قولي دكتور أنت قلت له فرط حركة تشتت الانتباه، هو ما عنده فرط حركة، عنده تشتت أكثر فيما يبدو لي. بعدين هو يسألك أسئلة معينة يستوضح التشتت هذا، هل هو فعلا تشتت حقيقي أم لا؟ هذه واحدة. اثنين، فين مصدر التشتت؟ فين مصدر التشتت؟ قد يكون صادر عن اضطراب قلق، قد يكون التشتت صادر عن اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، قد يكون التشتت صادر عن اضطراب التوحد، قد يكون التشتت صادر عن اضطراب نقص، عن اضطراب يعني عن نقص في القدرات العقلية، قد يكون صادر عن أي شيء آخر. ما حد، الأب والأم لا يستطيعون تشخيص أبنائهم، ولا أذكر أن عمره أم قالت لي أنا قريت الأعراض وأشوفها في ابني، لا، كلهم يجي يقول قرينا الأعراض وما شفنا في ابني. طيب، فالآباء والأمهات حتى لو شخصوا ما يؤخذ بالتشخيص. أنت لما تروح عند الطبيب تقولي إيش اللي حاصل معك في البيت، أو تقولي ملاحظاتك على ابنك، وهو اللي يقرر هذه فين تقولب، هو اللي يقولبها بحكم طبعا التخصص والاختصاص. تفضلي يا أم مدرين، عندك سؤال؟ كأنك رفعتي، كنت حابة تسألي سؤال. طيب، في أحد عنده؟ أي تفضلي. أيوة. صحيح. ممتاز ممتاز ممتاز. بس لأنه صارت في تعبين الصغار. لكنها كانت جميلة صراحة، إنه يعني هي تشوف أخذ دواء، أخذ الأشياء اللي مرة مهمة. نعم نعم نعم. طيب ممتاز، شكرا لمشاركتك هذه التجربة، ونحن يعني بغض النظر عن المكان اللي تشتري منه هذه القطعة، ما نحن يعني ما بنعمل دعايات لأي مكان آخر، ولكن نحن نقدر نسوي نموذج في البيت يشابه هذا النموذج، لو برسم كرتوني زي الرسم اللي وضحت لنا هو، لو بالجدول اللي عرضناه هنا. يعني هذه تجارب آباء، تجارب واقعية وشاركوها مع الناس، ونحن حابين برضو نشارك. لو تصوري لنا هذه تجربتك ونرسلها، وبعدين نعرضها على الآباء، وثم كل واحد فيهم يختار الشيء اللي يناسبه،
وبنتك هذه اللي ما تقرا لو حطيتي مثلا صور جنب كل مساله خلاص انت كذا اكتفيتي مساله انه احد يتابعها وما الى ذلك. على كل حال هذه مثل هذه الاشياء البسيطه اللي نسويها في حياتنا تحدث فارق كبير جدا، وهذا المطلوب خصوصا لما يكون عندنا اطفال من ذوي اضطرابات فرط الحركه وتشتت الانتباه، يساعدهم ويساعدنا نحن كآباء ويخفف علينا الضغط ويخفف عليهم الضغط. والأهم إننا نطلع للدوام وللمدرسة ونحن يعني عقولنا مستعدة لتقبل اليوم، ما نطلع من البيت ونحن متوترين ونروح ننقل التوتر لمكان العمل أو للمدرسة، فبالتالي حتستمر الصعوبات والمشاكل طوال اليوم. طيب في أي سؤال آخر أو تعليق؟ تفضلي. حياك أبد. أيوة. أي. أوكي ممتاز. هذه بلا وقف. إذن نبي نسمع من الجميع. سؤالها يقول السلطة الأبوية سلطة ديكتاتورية. طيب. لأن نحن ناقشنا في القواعد قاعدتين، استخدام السلطة بمسؤولية. والسلطة الأبوية لا يوجد فيها ديمقراطية وإنما ديكتاتورية، طبعا ووضحنا كيف ديكتاتورية. فكيف نقدر نجاوب على هذا السؤال؟ أبا أسمع منكم السؤال وشو هي. تقول لأنها ما حضرت الجلسة الأولى فبتسأل، أنا قلت في كلامي في بداية اللقاء السلطة الأبوية ديكتاتورية، فهل هي من الأب لحاله ولا من الاثنين وكيف تمارس؟ أيوة كيف؟ بالاتفاق بين الوالدين. هذه واحدة، اتفاق بين الوالدين. أيوة بما يناسب ظروف الأبوين وما أوكي أوكي. غيره هرمية بمعنى أوكي، على قمة الهرم مين؟ الأب والأم، وبعدين تحت الأطفال بحسب السن. طيب كيف تصير ديكتاتورية؟ يتسلطون على أطفالهم. القرار يجي من الأم والأب، والأبناء ما لهم أي دور. خيار خيارين أو يكون بشكل. أيوة. اوكي اوكي. طبعا هذه كلها افكار هنا وهناك، طبعا نحن تكلمنا عنها بالتفصيل في اللقاء الاول، في اللقاء الاول في تقارب. اذا رجعتي تسمعيه حتسمعي يعني ايه السلطه الابويه وكيف السلطه الابويه بمسؤوليه، استخدام السلطه الابويه بمسؤوليه. لكن انا دائما اضرب لها مثال بسيط جدا. طيب تخيلي انك راكبه طياره، تذكر مثال الطيارة؟ أنا راكب في الطيارة في الدرجة الأولى، أول كرسي على طول في الأكبر كرسي وأول كرسي في الطائرة، قدامي إيش؟ كابتن. خلاص ما في إلا المقصورة والكابتن، وأنت مستمتعة في الرحلة وكافي وحركات وحاطة سماعة في إذنك وبتتفرجي، قمة الاستمتاع بالرحلة. طلع الكابتن عليك من الكابتن ومساعده، خرجوا من المقصورة وجوا عند ركاب الدرجة الأولى، الحقونا يا جماعة. إيش في؟ قال والله جاتنا إشارة من برج المراقبة إنه في طيارة مقابلنا تماما، بس أنا مدري أطلع أنزل ألف يمين ألف يسار، شيروا علي. إيش حيكون موقفك أنت؟ تعطيهم استشارة. ها؟ راح استصغره، اعطيهم اشاره يا يمين يا يسار. ها؟ اقول اطلع يمين. ها؟ اول مفرق 15 اطلع معه. هذه شغلته. المفروض هو يتخذ قرار. انت جاي تناقشني بدال قرار ليش اصلا؟
أنا كيف أثق فيك إنك راح توصلني المدينة الثانية ما توديني كوالالمبور الآن؟ أنا طالع من الرياض لجدة أو من جدة للرياض ألقى نفسك كوالالمبور؟ حرام. إذا أنت ما أنت قد المسؤولية هذه لا تمسكها. طيب الآن تخيل الأب والأم محل الكابتن هذا والركاب باقي أفراد الأسرة. إذا الكابتن ما قام بدوره واتخذ القرار المناسب حتى دون الرجوع للركاب معناه في مشكلة في الكابتن. هذا مو ما يعني مكانه هذا فيه له علامة استفهام كبيرة. يحتاج يرجع يتدرب، يحتاج يرجع يدرس، يحتاج دورات تأهيلية، يحتاج يحتاج يحتاج. مين اللي حطك في ذا المكان أصلاً؟ أنت معاك ناس بتهدد حياتهم، ممكن 500 راكب في الخلف يموتوا في لحظة. أصلاً ما تناقش معايا أنا كراكب هذا الموضوع. المفروض أنك تعرف تتصرف في هذه الحالة. فهناك أب أمارس سلطويتي في مثل هذه المواقف بديكتاتورية بحتة، ما أخذ رأي طفلي أساساً. طيب طيب تخيلوا قد إيش التوتر اللي يخلق هذا الكابتن علينا لما نكون نحن الركاب يلعب فينا. هل هذا حيوصلنا سالمين ولا نلقى نفسنا يصلوا علينا في أول صفحة الصبح في الفطار في صفحة الحوادث؟ ما يعني في مشكلة كبيرة وقتها. وهنا احنا نتكلم عن الهرم الأسري، لابد كل شخص يأخذ مكانه الصحيح وما يجي الطفل يأخذ مكان الأب أو الأم في قمة الهرم. أو أنت كراكبة لما تقولي له روح يمين أو روح يسار معناه أنك أنت دخلتي جوا ولفيت الطيارة. هل أنت مؤهلة تسوي هذا الأمر؟ لا. ابنك مؤهل يقود أسرة؟ لا. فالآباء اللي يحطوا أبنائهم يشيلوا نفسهم من الدور ويجي يقول لي ولده أنت الكبير، أنت الرجال، أنت أنت أنت، يا أخي أنت قاعد تخلق فيه توتر، قاعد تخلق توتر الابن ما يستطيع أن يتحمله، وليس مهمته أن يتحمله. أنت مهمتك أنك تدور تقوم بدورك وتمارس سلطتك بمسؤولية وأحيانا ديكتاتورية وتخلق الأمان لهذه الأسرة، الأمان اللي تكلمنا فيه لهذه الأسرة. طيب هذا كذا بس ملخص سريع، وإنما إن شاء الله إذا رجعت للمقاطع تلقي فيها كلام وافي يعني. إن شاء الله، شكرا. الله يسلمك. أي سؤال آخر؟ طيب مرة أخرى بصراحة تعجز الكلمات عن شكركم، والله تعجز الكلمات، وأنا عندي كذا مشاعر كثير هنا أشياء تدور ما أعرف حتى كيف أعبر عنها. أيوة. السنوات الذهبية للتربية الناجحة. في سنوات محددة للتربية الناجحة. طبعاً نحن تكلمنا من سن 5 إلى 12 سنة. كل كلامنا يدور في هذا السن ما قبل المراهقة. طيب أحياناً حتى من سن 2، بعض المهارات من سن 2 إلى 12 سنة. الآباء اللي موجودين هنا كلهم أبنائهم في هذه الفئة العمرية، فكل تركيزاً على هذه الفئة العمرية. مرة أخرى شكراً لجمعية إشراق اللي استضافتنا وهيأت لنا كل سبل الراحة والبريك والمشروبات والمأكولات والمكان بصراحة الآمن الجميل هذا. شكرا لمصورنا الرائع عبد السلام اللي ماشي معانا طول هذه الرحلة. شكرا للمرتب الجندي المجهول الأستاذة هيبة البراك، الله يعطيك العافية أنت وفريقك. فريق إيش؟ الفريق البرامج، فريق البرامج، فريق رائع في جمعية إشراق. شكرا للدكتورة سميلة دماوي وأفكارها اللي ساعدت في إنشاء هذا البرنامج وإكماله من الصفر الحقيقة، ونحن نعمل مع بعض. الأستاذة إسراء الجريني كذلك يعني اعتذرت منكم اليوم إنها حصل لها ظرف عائلي واضطرت إنها تروح ما قدرت تحضر معنا. شكرا لكم أنتم لأنكم أنتم تاج هذا البرنامج الحقيقة. هذه أول مرة نحن نسويه، ما زلنا نطلب منكم الملاحظات والرسائل. أدعمونا بأفكاركم، أدعمونا بآرائكم، كل كلمة تقولوها يكون لها صدى عندنا بإذن الله عز وجل. راح نعيد هذه الدورة مرة أخرى إن شاء الله، إما باختيار نفس المواضيع أو مواضيع أخرى، لكن المقاطع اللي موجودة على اليوتيوب بإمكانكم العودة لها. إذا في سؤال تتواصلوا معنا، إذا في أفكار جديدة ارسلوها لنا. تعبوا الاستبيان
اللي عبيناه أول مرة وفي المنتصف ونعبيه مرة ثانية اللي هو المقياس الطويل اللي يسألكم في يعني كيف تعاملكم مع أبنائكم. كذلك إيش كمان بقول، انشروا المقطع التصويرات هذه بين أبناء أقاربكم معارفكم أصدقائكم، الباب مفتوح للجميع. وإن شاء الله إذا قررنا يعني إقامة دورة أخرى فريق البرامج سيعلن عنها، وكذلك إذا استطعتوا أنكم تدعون أكبر قدر ممكن من الوالدين اللي تعتقدوا أنهم بحاجة مثلكم لمثل هذا البرنامج أننا نسويه مرة أخرى. إيش باقي؟ في أحد؟ إذا في أحد نسينا نذكر اسمه فأعذرونا يعني كشكر، ولكن في إطار التعاون بين جمعية إشراق ومستشفى الملك عبد الله بجامعة الأميرة نورة قام هذا البرنامج، وشكر لكل العاملين فيه بصراحة واللي قاموا عليه من الألف إلى الياء، وكذلك مركز نمو الطفل في مستشفى الملك عبد الله. ما أدري بدي أقول مين كمان، لكن على كل حال إلا ما ذكرناه يعني يعذرنا. شكر لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي إن شاء الله في برامج أخرى. الله يعافيك.